2 يناير كمال حسين من مواليد سنة 1927، حب التمثيل وعلشان كده كان من أوائل اللي درسوا في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج مع الدفعة الأولى سنة 1947، وكانت بداية مشواره من خلال الإذاعة اللي اشتغل فيها، وبعدها ابتدى يقدم أدوار سنوية في المسرح. أما السينما فكانت بدايته مع فيلم زهرة السوق. اتميز حسين في أدواره إنه ما تخصص في نمط واحد، ومع إنه كان ممثل ثانوي إلا إنه قدر يسيب بصمته من خلال تمكنه من تقمص الأدوار اللي بيأديها. وفي خلال مسيرته الفنية قدم حسين أكتر من 90 عمل، منهم مسلسلات زي امرأة وثلاث وجوه وسنبل بعد المليون. أما في السينما قدم لنا حسين أفلام كتير، منها عمر المختار وأيام وليالي وبداية ونهاية، وكمان في المسرح شارك في مسرحيات زي سكة السلامة والسبنزة، وأخيراً الإذاعة اللي قدم فيها مسلسلات زي شخصيات تبحث عن مؤلف.